إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع وقفات مع سورة فاطر، وما زلنا مع الإمام الطبري، وانتهينا بالأمس من الآية السادسة مع الإمام الطبري، والتي كانت تدور حول قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبقية الآيات: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فانتهينا بالأمس يا إخواني الكرام من الآية السادسة، والتي كان يقول فيها الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالإمام الطبري يقول في تفسيره: إن الشيطان الذي نهيتكم أيها الناس أن تقتروا بغروره إياكم بالله لكم عدو فاتخذوه عدو، يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزلة العدو منكم، واحذروه بطاعة الله واستغشاشكم إياه
حذركم من عدوكم الذين تخافون غائلته على أنفسكم، فلا تطيعوه ولا تبتغوا ولا تتبعوا خطواته، فإنه إنما يدعو حزبه يعني شيعته يعني، ومن أطاعه إلى طاعته والقبول منه والكفر بالله. النتيجة ليكونوا من أصحاب السعير، أي يعني ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد على أهلها، التي تتوقد على أهلها. ثم ننتقل إلى الآية التي تليها، الآية السابعة، وما زلنا مع الإمام ابن جرير الطبري. يقول الله جل وعلا فيها: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. واضح إخواني؟ الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. يقول الإمام ابن جرير الطبري، يقول تعالى ذكره: الذين كفروا أي بالله ورسوله لهم عذاب أي من الله شديد، وذلك عذاب النار. وقوله تعالى: والذين آمنوا، يقول: والذين صدقوا الله ورسوله، والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله وانتهوا عما نهاهم الله لهم مغفرة من الله يعني لذنوبهم وأجر كبير، وذلك هو الجنة. إخواني الكرام، يقول ابن جرير كما حدثنا بشر، يعني واضح، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين: لهم مغفرة وأجر، لهم مغفرة وأجر كبير، الجنة كما يقول الإمام. ثم يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. واضح إخواني؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، واضح؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله يا إخواني، إن الله عليم بما يصنعون. يقول تعالى ذكره: أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر بها وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان فرآه حسنا، فحسب سيء ذلك حسنا، وظن أن قبحه جميل لتزيين الشيطان ذلك له، يعني واضح، فذهبت نفسك عليهم حسرات، يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي ذهبت نفسك عليهم حسرات، وحذف من الكلام ذهبت نفسك عليهم حسرات، اكتفاء بدلالة قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني منه. وقوله: فإن الله يضل من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. واضح إخواني؟ يقول يعني فإن الله يخذل، يعني فإن الله يخذل
من يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك، واضح إخواني، فيضله عن الرشاد إلى الحق في ذلك، يعني ويهدي من يشاء، يقول ويوفق يعني من يشاء للإيمان واتباعك والقبول منك، فتهديه إلى سبيل الرشاد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني يقول فلا تهلك نفسك حزنا على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم، وإخواني وتكذيبهم يعني لك، وبنحو الذي قلنا في ذلك، أي الإمام الطبري قال أهل التأويل، يعني واضح إخواني، فروى الإمام الطبري بسنده عن سيدنا قتادة في قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال الإمام قتادة والحسن كذلك: الشيطان زين لهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا يحزنك ذلك عليهم، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك روى الإمام الطبري عن سيدنا الإمام زيد بسنده في قول الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني قال الحسرات الحزن، وقرأ قول الله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ووقع قوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، موضع الجواب، وإنما هو يعني منبع الجواب، لأن الجواب هو المتروك الذي ذكرت، فاكتفى به في الجواب لدلالته على الجواب ومعنى الكلام. واختلف القراء في قراءة قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فقرأته قراء الأمصار سوى أبي جعفر المدني: فلا تذهب نفسك، بفتح الايه، بفتح فلا تذهب نفسك، يعني بفتح التاء، فلا تذهب، ونفسك برفعها كما هو ما ثابت. وقرأ بذلك أبو جعفر، وقرأ ذلك أبو جعفر: فلا تذهب، يعني بدل فلا تذهب فلا تذهب، يعني بضم التاء من تذهب، ونفسك، يعني واحنا عندنا قرآن نفسك، يعني نفسك بإيه؟ بنصبها، بمعنى لا تذهب أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم نفسك. والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار: فلا تذهب نفسك، يعني الإجماع الحجة من القراء عليه. وقوله تعالى: إن الله عليم بما يصنعون، إن الله عليم بما يصنعون، وقوله تعالى: إن الله عليم بما، إن الله عليم بما يصنعون، يعني يقول تعالى ذكره: إن الله يا محمد صلى الله عليه وسلم ذو علم، إن الله يا محمد يعني ذو علم بما يصنع، يعني هؤلاء الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، ويعني وهو محصيه عليهم ومجازيهم به جزاءهم،
واضح. ثم ننتقل إلى الآية التاسعة يا إخواني الكرام، ويقول الله عز وجل، ويقول الله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إخواني الكرام، فيقول الله تعالى، يقول تعالى ذكره كما يذكر الإمام الطبري بن جرير، يقول تعالى ذكره: والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب، يعني للحياة والغيث، فسقناه إلى بلد ميت، يقول فسقناه إلى بلد مجدب الأهل، يعني محل الأرض، يعني داثر لا نبات فيه ولا زرع، فأحيينا به الأرض بعد موتها، يقول فأخصبنا بغيث ذلك السحاب اللي هو المطر الأرض التي سقناه إليها بعد جذوبها، وأنبتنا فيها الزرع بعد المحل، يعني كذلك النشور، يعني واضح. يقول تعالى ذكره: هكذا ينشر الله تعالى الموتى، يحييهم، يعني بعد بلائهم في قبورهم، فيحييهم بعد فنائهم، كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها. يعني ويقول الإمام ابن جرير: وبنحو الذي قلناه قال أهل التأويل. فيقول يروي الإمام الطبري بسنده عن عبد الله أي ابن مسعود قال: يكون يعني بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم إلا وفي الأرض منه شيء. قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش، يعني ماء من تحت العرش منيا كمني الرجل، فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، الآية، إلى قوله كذلك النشور، إلى قوله يعني إخواني الكرام، إلى قوله كذلك النشور، يعني فقال: ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه. ويقول الإمام ابن جرير رحمه الله ورضي الله عنه في رواية بسنده عن سيدنا قتادة في قوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، قال: يرسل الرياح فتسوق السحاب فأحيا الله به هذه الأرض الميتة بهذا الماء، فكذلك يبعثه يوم فكذلك يبعثه إخواني يوم القيامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم
ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشدد وطأتك على اليهود الصائنة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.